يقولون كيف يدرس الطالب الفقه إذا رجع إلى بلده مع أنه درس مذهبا غير مذهب بلده؟ كما تقدم معنا أن المرأة لا يخلو بلده من حالتين، إما أن يكون أهل بلده على مذهب واحد، وإما أن تكون البلد ليس لها مذهب، إما لتعدد المذاهب أو لفشو جهل في تلك البلد أو لغير ذلك من الأسباب. فإن كانت البلد ذات مذهب واحد فالأصل أن المرأة لا يخالف مذهب بلده، فإذا رجع إلى بلده فيقول أنا على مذهب أهل بلدي. وعدم التعلم في مرحلة من مراحل عمره على مذهب معين لا يدل على وجوب الانتقال إلى ما تعلم بطريقته، وإنما يكون عن طريق السداد والمقاربة. ولذلك شهر عند كثير من العلماء الجمع بين مذهبين. فعلى سبيل المثال ابن دقيق العيد كان يفتي بمذهبين، وقد نقل الصفدي في كتابه أعيان العصر كثير من العلماء كان يفتي بمذهب أحمد والشافعي، وعدد نحو من 3 يفتي بمذهبين، وخاصة في أبواب معينة كأبواب الطلاق والنكاح. ومنهم من كان يعلم المذهبين. فابن الدقيق ذكرت لك أنه أكثر من مذهب كان يفتي به، وقيل إنه صنف به كذلك. المقصود أن المرء إذا رجع إلى بلده فلا يخالف أهل بلده إن كانوا على طريقة واحدة، وما تعلمه هنا على مذهب أحمد كما هو السائد في المملكة هذا طريقة صحيحة. في الغالب أن الفقهاء يتقاطعون في كثير من المسائل، ويكون الخلاف بينهم محدودا في بعضها. النوع الثاني إذا كانت البلد لا مذهب لها، إما لعدم وجود مسلمين عدد كبير جدا في تلك البلد أو لتعدد المذاهب، فإن بعض البلدان فيها مذاهب شتى، قد يجتمع فيها مذهبان أو 3 أو 4 كما في بعض البلدان من غير تسمية، أو لفشو الجهل في تلك البلد لا يوجد فيها عالم، فهذا يتدين الله عز وجل كما ذكرت بأن يختار ما هو الأنسب بما تعلم به ويرى أنه أقرب دليلا وأسلم أصولا للدليل. والله أعلم.